الدجالين او المشعوذين بيطلبوا حاجات غريبه زي رجل نمله، رجل اسد، الحاجات الغريبه دي، او نوع معين من البخور. انت من خلال السبعين سنه دول، هل فعلا الحاجات دي موجوده؟ مش كلها، يبقى في شغل، هي جزء صح وجزء غلط. احنا بقالنا كام سنه في مهنه العطاره؟ انا ابويا من سنه 48 وانا من سنه 75. والسؤال بقى الاهم، بنسمع دايما في افلام السينما الدجالين او المشعوذين بيطلبوا حاجات غريبه زي رجل نمله، رجل اسد، الحاجات الغريبه دي، او نوع معين من البخور. انت من خلال السبعين سنه دول، هل فعلا الحاجات دي موجوده؟ مش كلها، يبقى في شغل، هي جزء صح وجزء غلط. في جزء دجل بيدوخك عليه على اساس تقول له ما لقيتش، طب هات فلوس وانا اجيب لك، وياخد الفلوس يقول لك انا جبت وعملت وسويت وهو لا جاب ولا عمل سليم. وفي فعلا جزء منها علمي، يعني عندك رجل الاسد ده انا بتبحر بيشد عضلات البطن وحلو في التخسيس. في عندنا حاجه اسمها ضفر عفريت، ده بياخدوه الجماعه السودانيين بيعملوا منه الدلكه عشان ريحه العرق من العرسان. اسمه ايه؟ ضفر عفريت، نوع من انواع الصدف بيطلع من البحر الاحمر. اوكي، بس في بقى حاجات معينه انت بتبقى عارف ان انا اصلا لما بدخل لك بتبقى عارف من طلباتي ان دي حاجه مطلوبه للسحر. يعني مثلا اللي بيجي يطلب جماجم حنه ده بيحضر بقى شياطين سليم. الجماجم هي يعني احنا ابويا الله يرحمه كان محرم دخولها عندنا خالص، عشان هي بتستعمل حاجتين بس، يا تحضير شياطين يا تنزل السقط، فالواحده حامله عايزه تنزل. ابويا كان محرم دخولها من اساسه. في بقى اللي بيجي يطلع عايز طقش مغرب، مفيش حاجه اسمها طقش. اخر حته في مصر شفتها سنه 75 وانا عيل صغير سليم، شفتها مع واحد هنا اسمه عمرو خالد، وكان بيباع ساعتها، كان باع 3 جرام ب 3000 جنيه سنه 75. 3000 جنيه كانوا يشتروا عمار، وما لهاش وجود دلوقتي. حاليا ما لهاش وجود نهائي، بقول لك عندي كله كتان استخرجوا بيها كنوز. الشيخ بيقدر يعمل وليفه من البخور ده، هو تاخد الرصد اللي على الكنز وتمشي، يبقى الكنز فاضي من غير رصد، يقدر يصدر. انما عمليا ما فيش حاجه اسمها كده. بالنسبه للعلاج الروحاني بيعتمد اولا واخيرا على عزم الشيخ. ليه عزم قوي بيحتاج حاجات بسيطه يساعد معاه بس. انما بقى الشغل الدجل بيطلب منك حاجات كتيره سليم، هو غالبا نصها مش موجود او اسماء هو مخترعها من عنده سليم، على اساس يدوخك وفي الاخر يقول لك هات وانا اجيب. هات شويه بندكر ولورهم وهدور عليهم ده مش عارف اسمه ايه، وهات لي شويه جاوي، وهات لي شويه بخور سايب، وشويه زعفران شعر، وهنبيعهم 50,000 جنيه، انت النص وانا النص. قلت له مش هتعرف. ده حد جه طلب كده؟ ده واحد شيخ جاي هيبعت واحد بناء على الكلام اللي اتفقنا عليه. هو جاي يتفق معاك الاول؟ انا رفضت. بس هيعمل ايه الضمير؟ صح. المهنه دي على قد ما هي فيها خير كتير على قد ما فيها غش كتير. طب هو في فعلا بخور او انواع بخور بتستخدم في السحر فعلا؟ فيه. ليها ريحه معينه مثلا؟ في زي ايه مثلا؟ في البخور الجاوي، في الفسوخ المغربي سليم، الحاجات دي بتخش. اسمه الفسوخ المغربي؟ ده عباره عن ايه ده؟ نوع من انواع الشجر السمغي زي اللبان الذكر كده، بيطلع بقى حاجات شبه اللبان الذكر بس بتستعمل للبخور والحاجات دي. طيب هل انت مره صادفت فكره ان حد عمل معاك اتفاق او حاجه شبه كده؟ اتعرض عليا ورفضته، طردته بره المحل. ايه شكل الاتفاق ده مثلا؟ ابعت لك ورقه فيها شويه حاجات ب 20 30 جنيه وانت تطلب فيها 2000 جنيه وانا اقول له صح، وال 2000 جنيه انت 1000 وانا 1000. قلت له شغل الدجل انا ما احبوش، امشي اطلع بره ما تدخلش المحل ده. في ناس كتير بتتاجر بالحته دي، كتير جدا بيستغلوا ان الناس مش فاهمه، او في ناس بتستغل ان الزبون مش عارف حاجه وتديله على عينه. بالنسبه للاعمال فك العمل بيبقى طالب مسك، بيبقى طالب ملح خشم، بيبقى طالب ورق سدر سليم، بيبقى طالب حاجات بخور بسيطه بريحه المسك او بريحه الورد سليم، ده على اساس ايه؟ هيعالج بيه. انما عشان يعمل عمل او عشان حاجه دي انا ما برضاش اتحشي فيها، ما برضاش ابص في الورق اساسا. لو شفت حد جاي داخل لك بننصحه،
بننصحه لما تيجي ورقه غريبه عايزه زيت جن عايزه مش عارف تقاوي ايه عايزه ايه يا ست الحاجات دي طالبها واحد شيخ طب الكلام ده شغل دجل دلوقتي لا شوفوا حد بيعالج صح ده دجل طب المصاريف حاجات كتير وحاجات غاليه بتبان من الورقه يعني يجي يقول لك مثلا ايه عايز 200 جرام عود طب 200 جرام عود 8000 جنيه ماشي عايز 10 ازاز مسك طب الازازه بتقف ب 200 10 ازاز مسك دي 1000 جنيه كده دخلنا في 3000 جنيه سليم وحاجات تانية بص ليها دخل في 5-6000 جنيه تيجي اصلا في غنى عنه هو ياخدهم يحطهم في جيبه هو هياخد الفلوس ويقول انا جبت طيب ان احنا بنشوف بعد كده مشايخ بتلف بالحاجات دي عايز تبيعها انت بتشوف بعد كده ان ممكن في ناس من مشايخ بياخدوا الحاجات دي ويجي يبيعوها بيجوا يعني بيجوا ايه بقى بيجي يعرضها عليه بيعرض ان هو كده كده عارف انها هو بالنسبه له جايله ببلاش مش دافع فيها حاجه مش غرمان فيها حاجه طب انت كنت قلت لي قبل التسجيل انه العطاره ثلاث اقسام قسم توابل قسم اعشاب طبيه وقسم بواخير وكنت قلت لي ان في كتب علميه وفي دراسات علميه هنا في مصر ليها للطب الشعبي اللي هي مش الطب الشعبي يعني انا درست في الجامعه الامريكيه الاعشاب الطبيه اصلا انا ماجستير قانون دولي خاص من جامعه بردو درست هنا في الجامعه الامريكيه اعشاب طبيه والخبره اللي خدتها من ابويا فرقت معايا كتير ونفعتني في حاجات كتير وفي حاجات ثانيه برضو ايه لسه بندرس فيها بالنسبه لان في قسم في العطاره اسمه قسم البواخير هل فعلا في بخور معين لما بيشتغل في البيت بيريح بيطرد الشياطين بيطردوا الشياطين اي ريحه اي بخور بيطرد الشياطين اوكي انا عايز ريحه حلوه في المكان الشيطان عمره ما يحب مكان ريحته حلوه امال الدجالين دول بيطلبوا الطاقه السلبيه سليم يعني الملح الخشن حلو جدا ليها بس هنا في غلطه بيجيبوا الميه من الحمام مش من المطبخ غلط الميه في الحمام خارجه مأذيه لوحديها لازم الميه تيجي من المطبخ مش من الحمام عندك نبات ورق السدر سليم حلو جدا للحاجات الطاقه السلبيه والحاجات دي كلها حاجات بسيطه جدا وحاجات طبيعيه وما فيهاش ولا دجل مرتها بتحمي المكان وصح من مكان 40 يوم ايه اغرب الحاجات اللي موجوده يعني انا سمعت ان في كائنات محنطه اي حاجات شبه كده حيوان اسمه الورنه بيقول لك ده بيمنع دخول الشياطين والسحر ورنا شبه التمساح كده بس عالي شويه ده محنط يا ده محنط وفي حربايه وفي حاجات شبه الحربايه دي بياخدوها لعلاج امراض جلديه اصلا هي علاج علاج امراض جلديه في إيه ناس بتاخد جلد الانف تكتب عليها اعمال جلد الانف مش اجيبه من اساسه احنا عايزين نقول للناس في الاخر ان اللي بيتسمع في افلام السينما او الدراما اللي هو روح هات لي اكتر منه هنا كمان يعني اللي احنا بنسمعه ده واحنا بننصح الناس وفي اللي بيتنصح وفي اللي ما بيتنصحش لو بيقول روح هات ورك نمله وهات مش عارف لا مش ورك نمله عليه يطلع حاجات غريبه على اساس يدوخوا عليها وعلى اساس ما فيش حاجه بالاسم ده انت يعني بتبقى عارف اول ما حد بيجي لك هي الورقه والورقه بتبيع طب زي الجن ده فين تقوي الجن عشان اعصرها صح طلعها بالزيت ليه خلافه كتير صح. اسماء غريبه كل ساعه بتسمعها بطريقه غبيه وتفهم الناس مش عايزه تفهم مين اللي بيصنع وكل ما بيختفش في اللي ما بيرضاش يفهم الا من رحم ربك